أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول الله عز وجل عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول: هل يدل على أن الاستشفاء بالقرآن خاص بالمؤمنين، فلا ينفع المنافق والكافر إذا قرئ عليه القرآن؟ المنافق والكافر لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن، فكيف يقرأ عليه القرآن ويداوى بالقرآن وهم لا يؤمن به؟ نعم.